سخر لنا هذا وما كنا له مقلبين وإنا إلى ربنا راجعون صدق الله العظيم لمنقلبون صدق الله العظيم يعني حولت تقرير بالاساس خالص لان نيابه امن الدوله العليا هي يعني جزء من منظومه بتستعملها السلطات المصريه يعني لفرض حاله من الاستثناء يتم فيها انتهاك الحق والحق في المحاكمه العادله بالاضافه للحق في الحريه، وعلى هذا الاساس تم احتجاز الالاف بتهم يعني مرتبطه بالارهاب. هي عندما تتكلم السلطات المصرية عن أنه لا يوجد محتجزين سياسيين وأن كل من هم مقبوض عليهم هم متهمون بالإرهاب، فيعني فهذا يسهل الموضوع. فعندما نتحدث عن 4000 أكثر من 4000 متظاهر يتم وطبقا للنائب العام المصري تم القبض عليهم بسبب مشاركتهم في المظاهرة، فعندما يتم توجيه إليهم تهمة الانضمام مساعدة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، فيعني فأصبح من الواضح أن من وجهة نظر نيابة أمن الدولة من وجهة نظر السلطات المصرية فيعني أي معارضة أو أي فعل نشاط سياسي غير مسموح به من السلطات المصرية هو فعليا موازي للإرهاب من وجهة نظر السلطات المصرية.